اوي الفيديو غنديرو على الكارما الرئيسية والسحر. غادي نقول لكم شنو علاقة بالسحر الكارما الرئيسية. غادي نفرش الفرش شي حويش فهمتي نقولو بالعربية. غادي نوضح غادي نفرز اوكي السحر كل واحد كيفاش كيقول السحر. القران تيهضر في السحر تيقول على موسى مع فرعون سحار موسى تيدير نفس الشيء غلبوه هذا السحار الاخر سحار اكثر منه غلبوه. المهم انا غنقول لكم شنو هذاك الشيء كاين في القران. وفي القران ما كاينش السحر والجن. ما مذكورش الجن والسحر يعني تكون السحر ما تيكونش الجن يعني خرجوا على القران. وانا كنقول شنو كاين في القران ماشي تندافع على القران ولا كنهاجم ممكن باش يكون شنو هو موجود في القران. والسحر اللي تنعرفوه حنا هو كاين وعباده. السحر عباده ولكن عباده هذا في خفاء ما قالوش لكم بان راه السحر عباده من العبادات. لا انتم قلتوا ديك الحركه البنوانيه هي العباده هي هذيك الصيام والحج صافي اوكي خلاص الوغ ودخل في العلم اوكي ماشي العلم اللي تتعرفوا انتم هذا العلم ديال التكنولوجيا وهاد البحوث العلميه اللي تنقولوها دائما هذا مور كتسمى بلسان القران. اوكي بالنسبه للسحر السحر كي عنده علاقه بالكارما هو السحر تيكمل شغل الكارما حيت الكارما ملي كتخلق وكتزاد كتجيب معك واحد النوع من الكارما الكارما الرئيسيه بالاخص الكارما الرئيسيه اللي كت تدير في حياتك فهمتي مخفيه هي مخفيه ما كتبانش في النفس ديالك الوغ منين كت انا هادشي اللي كنقول ما كاينش على الناس اخرين داكشي يعني الا كنت تسنى نقول لك مثلا شنو قالوا فلان عالم فلان هذا فلان الراس فلان ونزيد نزيد نزوق داكشي ما الفيديو غير طفيه وسير قضي شغال في مكان اخر. الوغ بالنسبه لهذه الكارما الرئيسيه منين الانسان تيتوفى تيموت تيدي معاه اوكي كدي معاك معلومات داتا بيانات اوكي اللي كتكون هي الروح اللي تنعرفو حنا ولا ممكن الروح اللي تنتكلمو عليها لا توجد ما موجوداش في هذا البعد اللي عايشين فيه. ممكن انا ما تنقولش ما قطعا ولكن ممكن لا اي حال ملي كتوفى كدي معاك واحد الكارما ماشي كارما كدي معاك تراما واحد تراما اغلبيه الناس تدي معاك هذيك التراما ازمه كتكون في النفس ديالك في المعلومات ديالك هذيك الازمه بحال هذه بحال كا هذا لابوات نوار هذيك بلاك بوكس ديال الطائره ملي كطير كيوقع شي عطب كتسقط تيمشيو للعلبه السوداء وتيبحثو تيسمعو الأصوات وتيشوفو الخلل اللي وقع هداك هي اللي تي هاديك نفس الشيء ملي كتموت كياخدو تمشي أول حاجة تيشوفو هاديك الكارما الرئيسية الأزمة اللي عندك اللي غالبة عليك أوكي هاديك هي اللي كترجعك وهاديك هي اللي كتعاود ترجع في الحياة اللاحقة كترجع كتبني عليها حياتك أوكي. وهي من نتكلم على الكارما الرئيسية ما تعنيش يعني الشر والخير نو ما تعنيش او لا سلبي ايجابي لا نو هي اي شيء تتعاني منه في حياتك كتعاني منه في الخفاء ولو تبينه تبقى عندك تبقى ازمة قامك هذيك كيشدوها هذوك اللي هما تيرجعوا الناس نسميهم ملائكة ولا اله ولا ماشي مشكل انا نقول لكم يعني كاين واحد الكيان اللي تيشدو هذيك وتيعاود يلعبوا لك عليها وتحطوها وتتجي بها كتبدا تواجهها وتاني تتواجه في خفاء كتكون
الداخل ديالك. اوكي، هذيك ملي كترجع كترجع عندك كارما رئيسيه. اوكي، هذيك من الانسان تيسحروا ليه، تيديروا ليه السحر. اوكي، هو السحر ما موجود، هو الساحر راه ما تيعمل حتى شي حاجه، الساحر راه غير مسخر، غير مخول، فهمتي؟ بحال يعني بحال غير مستعمل. اوكي، مثلا من تي عملوا لك السحر، هذاك السحر هو تا هو معلومات داتا تاعي، بحال التكنولوجي السحر لا ميم شوز، نفس الشيء. اوكي، علاش تياخذوا الدي ان اي، تياخذوا الشعار، تياخذوا الملابس تاعك، كتاخذوا الاثار، نفس الشيء في علم الجريمه. متى تبقى شي جريمه تيمشيو للدي ان اي، تمشيو للشعار، اي حاجه قواتي تحاولوا يبحثوا واش هذا هو القاتل ولا ليس القاتل. اوكي، هذيك عمليه السحر ملي كتوقع مثلا فلان واحد رقم واحد، فلان رقم زوج، فلان رقم واحد هو الساحر، ورقم زوج هو اللي غيتم عليه السحر المسحور. اوكي، اللي كيقول السحر موجود يسمع، واللي كيقول ما موجود يسمع، ما هي ما عندهاش علاقه. راه باش نفسروا هذا الشيء خصنا وقت، خص وخص الانسان يجرب يختبر نفسه، يختبر مع الناس، يدير خبره مع الناس، باش خصها وقت. هادشي حنا تعطلنا فيه، تعطلنا الوغ. هذاك السحر، عملية السحر ما نتكلمش عليها الآن، يعني شنو هي الطقوس السحرية اللي تتوقع، فهمتي؟ أنا نقولوا العملية كلها بمجملها تيدير عملية، يطبق عملية السحر، تيدير التقنية ديالو، مثلا معلومات الاسم، طريقة ازدياد، والآثار ديال الملابس، الشعر، إلى ذلك. أوكي، هو داك الساحر هو في الحقيقة ما عندوش دور، هو غير منصوب، محطوط منصوب انه باش يبان الناس انه، ويبان نفسه انه راه هو ساحر، هو غير محطوط، هو غير بابت، يعني ماريونيت. اوكي، مومية، ولكن تيوقع السحر، تيوقع العملية السحر، كتوقع المسحور اللي هو رقم جوج. اوكي، اللي يعمل له السحر اذا كانت عنده الكارما الرئيسيه ديالو، عنده جات معاه، لان ماشي اي واحد تجي كارما الرئيس، كتجي خفيفه، كلي تتغلب عليها، تعيش معاها، تتغلب عليها، هي كتجي كشهوه، ماشي الشهوه بالمفهوم اللي تفهموا نتوما، لا، الشهوه اللي كاينه في القران، أضعف الصلاة والتعباء والشهوات، هي الشهوات هي كارما رئيسية. اوكي، من بعد نشرحنا، لأن سورة مريم كلها عندها علاقة بالتقمص. الوغ منين تي هاد، لأن هاد الماتريكس ولا هاد الواقع اللي تنعيشوه خاضع القوانين، تيهتم كثير بالكارما، وتيلعب الدور كله على الكارما، بحال قلتي هو هاد الماتريكس ما يقدرش يعيش بلا كارما ديال الانسان، بحال لا كارما هي كتغديه، فهمتي؟ كتوكلو، فهمتي؟ الكارميك، يعني هذا الكارميك ويل كما تيقولوا لها، العجله الكارميه اللي خدامه كلها على الكارما. فلهذا ملي كتكون عنده كارما رئيسيه، هذاك السحر تيفتح ليه كارما رئيسيه، كتكون مجموعه، تيكون تغلب عليها شويه، او لا يعني بينه وبين، هو داك السحر هو معلومات، هو داتا، هو ماشي هاكي جيني اسم صفة خفية، الطاقة ديك الداتا معلومات خفية، فهمتي؟ بطبيعة الحال نقدرو نسموه جين بهذا الشكل، ولكن ماشي الجن اللي كيصلي وتيعوم وتيطوف، ماشي هو اللي ألوغ. ملي كتمشي هذيك المعلومات، هي معلومات داتا، كتدخل ديك المعلومات، كتحل الكارما الرئيسية، بحال الوردة ملي كتحلها تما فين تيوقع السحر، تيخدم السحر. وعلاش تيخدم؟
تيشتغل باش الماتريكس يستغل الكارما ديالك الرئيسية، وغالبا تيفشلو فيها الانسان، تيفشل يعني كتزيد ملي كتحل كتزيد كتزيد سوقو وياك كتحيطو في حياته كاملة. هذا هو السر اللي كاين. المسألة سهلة سهلة وبسيطة، واللي يبغى يجرب يفهم يعني. بطبيعة الحال كتسمعوا ليا كلكم عندكم كارما، اللي كيضحك واللي كيبكي واللي كيدير واللي كلشي يعني. الوغ منين هذا كتشد لك تتحل لك الكارما الرئيسية، مشيتي صافي مشيتي فيها، كتبقى عندك صعيب تفهمها. الى اللي عنده هذا المشكل ويسمع ليا غيفهم، غادي يقدر يدرك الموقف ديالو. ولكن ما شكون غايقول لك هذا، تقول مسلم كارما ولا عربي ولا تقول لي فهمتي، غادي يجيبوا لك كارما بشكل اخر، يقول لك واحد درتي كوزن افاك يعني، لا شي حد درتي شي حاجه تدار لك، لا ما كان هذا شحال من واحد تيدير وما توقع عليه هو. وهادو الماسونيين الفريل الحقيقيين اللي هادو تيتجنبوا الكارما، تيعرفوا كيفاش تيلعبوا معاها كارما، راه حتى هي قانون، واحد القانون تيعرفوا داك القانون. الوغ منين تي هذا تي تحلي ديك النواره، ديك الورده كتحل بلومين بلومين تتور، فهمتي بلومين بالانجليزي، كتكون تبدا كتحل، كاين اللي كتكون محلوله عنده، تكون محلوله كيجيبها من الصغر ديالو كتكون محلوله، ولكن واخا تكون محلوله مع السحر، هو السحر كتجي تحل، كتبقى تحل حتى كتخليك فشي مشكل عويص في حياتك. هي ما كتوقفش الا كان السحر، هي كتقدر توقف بلا سحر، تقدر انت توقفها الا عقتي بها، فهمتيها تقدر انت توقفها، فهمتي هي كاينه كما ما كتقدرش تزيلها، غير خصك بحال واحد الكلب، ولا عندك واحد الكلب عندك داك السنطه تاعو وداك الفعلت كتشدو كتحاولو باش ما يعرفش ليك، سيتو الا طلقتي هادي كتبسطها تيهرب الكلب، شري جريتي تهرب، فهمتو. الوغ السحر هو هذا، هو انا التفسير ديالي انا تندخلو مع العباده الحقيقه، المعنى العباده نتوما اللي كتقولوا المعنى ديالها، فهمتي لان هو تيكمل 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 علاش جيتي في هذه الحياه، تيستغل انت الى حافظتي على الكارما ديالك وتحكمتي فيها وسيطرتي عليها وما خليتهاش هي تسيطر عليك، الماتريكس ما كيربحش. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فهمتي. الوغ انت ما جيتي بواحد الحاجه خصك تحركها في هذيك الماتريكس. الوغ هذا هو علاش، هذا هو السحر، هذا هو الدور ديال السحر. وكاين شي حاجه بسيطه كيكون في السحر، شي حاجه بسيطه ماشي مهم، هي الكارما الرئيسيه. الكارما الرئيسيه راه كل واحد يعرف ديالو، يعني ما نحتاجش انا نقول لكم كارما الرئيسيه دي ونقول لك شنو الكارما الرئيسيه ديالك، واخا نسالك ما غاديش تقول لي، غتحاول تحايل باش ما تقولهاش، كتعرفها في نفسك، حتى كتعرف انت ادرى بنفسك يعني، ماشي ضروري هي كتسوق، هي كت هي اللي تتخليك بحال الكلب تابعه، بحال الكلب انت ما عارفش راسك، انا فهمتي تقدر تجيك من ناحيه المال، من ناحيه النساء، او من ناحيه هذا في العلم، من ناحيه تقدر تدخل في قضيه الايجو تاع هي، تقدر تدخل في قضيه كثيرة اشياء في الحياه، ماشي ضروري تكون هذا يعني شي حاجه، مثلا شي حاجه سلبيه، شي عمل شرير، القتال، السرقه، تقدر تكون انت ما كتسرق تكون يعني اخلاق ديالك حميده وتجي معك كارما، تقدر تجيك في الدين حتى هي، تجيك في الدين بواحد الشكل. لا انا نقدرش نتكلم عليها بالتحديد، لان كل واحد وهذا، كل واحد وكيفاش تجي، هو تعرفها هي كتكون دايره على غشاء، وهي كتكون دايره على الخوف، هي كاين داك الخوف الخفي، كاين تيكون واحد الخوف هو خفي، هي العلامه ديالها، هذيك الحاجه اللي كدير لك الخوف وما تعرفش علاش كتجي، راه هذاك الخوف مغطي هذيك الكارما الرئيسيه، مغطيها، اوكي، ما هي اي واحد يعرفها بسهوله. الوغ واحد السؤال جاني في
هدف واحد التعليق، سؤال مهم بغيت ندير عليه فيديو، نشوف واش نلقى. دابا هذاك الشيء ساهل كنشرحو، ما كاين لا تنوجد ما والو. هذا الفيديو نديرو عام اللي فات الا بغيت عادي، ما كان يعني ما كانت كلام هضره خاويه وداك الشيء. والسحر هو السحر تيجي معاك في البلان تاعك، البلو برينت ديالك كيجي معاك منصوب، تيجي معاك فهمتي، هو كاين موجود معانا السحر. هو غير داك الساحر تيدير الطلب، والمسحور اللي كانت عنده كارما قبضها تيحلها ليه. وغير السحر ما تعرفوش، سي نقول لكم السحر ما تعرفوش فهمتي، ولكن هو الماتريكس اللي سحر، الماتريكس اللي خالق هاد الشيء اللي داير لهاد الخلق، هو اللي حاطط السحر، حاطه منصوب فهمتي، وتيخلي الناس يعبدون عبادة فهمتي، تيقول لي عبد يلا دير هادي عبادة، كري عبادة هي الكرياسيون والإنتاج، هو كتنتج هي العبادة فهمتي. يعني حتى في اللغة في هذا العبادة اللي تتشبه الكرياسيون فهمتي، إلا ترجمتي الحروف وداك الشيء. دا واحد السي حد قال لي معك من الاحترامات، يا لا ماشي هذا، ناوي هذا. كلمة حياة الدنيا في الكتاب الكريم من أوله لآخره اسمها حيوات الدنيا. مسألة حيوات هذه مبدلين، مبدلين الصلاة الصالوت، القرآن كاين الصالوت، ما تلقاوش في الإنترنت الصالوت، إلا لينا الصالة ماشي مشكل، حنا ما نبقاوش مضاربين معاهم، حنا نتكلموا على نفوسنا، خليهم هما يديروا. هما بغاو يمشيو للجنة، هما باغيين يمشيو للجنة ويمشيو لحور العين ويدخلوا من باب الصيام، حتى هو هما هضر مسطين حماق، ما تهضرش معاهم، انت تشرح داك الشيء اللي وكذلك ولا زوروهم، حنا ما ياخذوا داك الكتاب يمشيو يبيعوا، يمشيو يديروا به شي حاجة بزنس، راك ديروا به البزنس دابا، الحج تيدخل لملايا الحجرة هو تيدير فلوس في السعودية، ورا الحجرة هو المؤتمر، الحج في القرآن راه هو المؤتمر، داروا هاديك وداروا. ما تبقاش تضيع، حنا خلينا نهضروا على المهم، أهم حاجة الإنسان يعرف هو أنه عاش قبل، وغادي يعاود يرجع يعيش، غالبا يعاود يرجع يعيش، عاش قبل هذا. وإذا عرفتي هادي غتعرف بزاف الحوايج، تولي تدخل القرآن تفهمو بسرعة، تفهمو واش كاين كذوب واش ما كاينش كذوب، تولي تعرف أي حاجة أي شيء في الحياة تبدا تفهم فيه. وكل كنتي كتعتقد عشتيها مرة وغادي تمشي للجنة ولا جهنم، ما كاين لا جنة لا جهنم، كاينش. وكذلك هناك شرط للإيمان مهم، هو الإيمان بالله واليوم الآخر. الآخر هو اللوتر، the other بالإنجليزية ولا اللوتر بالفرنسي. اليوم الآخر هو اللوتر الآخر، أوكي. أنا نشرحها نتاهي ونشرحها لكم، ما هو اليوم الآخر؟ لا أقتعني عنا أنه اليوم الآخر، مثال أقول أريد كوب ماء آخر أو أريد طبق آخر، فما هو اليوم الآخر؟ آخر هو الآخر أوتر، راه قلتيها في المثال، أنت راه قلتي داك السؤال، الجواب ديالك راه في السؤال ديالك. أعتقد أنها تشير إلى أن هناك تعدد حيوانات، لا أعتقد، أنا نبرهن لك، أنا 5 دقائق 10 دقائق تجلس معايا تعطيني معلومات، نقول لك أنت شكون في حياتك السابقة، نقول لك الكارما الرئيسية ديالك، نقول لك أوكي، ما بقيتش نديرها، درتها مع مشاكل، بغيت هذا خصني 1000 دولار للساعة، أنا ما باغيش، أنا نعلي الثمن باش ما يجيني حتى شي حاجة. المهم الحياة الدنيا والآخرة، أوكي، العقل الواعي واللاواعي، العقل اللاواعي هو المعلومات ديال الحياة السابقة، ولي في أكاشيك روكوت في كل شيء، العقل اللاواعي هو داخل ديالنا. أنا كنت كنقول لكم راه كاين معلومات ديال أناس أخرين، راه كاين أنا خارج منك، ولكن داخل ديالك العقل اللاواعي موجود، هو اللي جبتي معاك من الحياة السابقة، هو العقل اللاواعي، هما اللي عطاو هذا الاسم لاواعي باش ما تبحثش عليه، تولي تبتعد منه، اسم غير لائق، غير جميل، اوكي. والعقل الواعي هو اللي ملي كتخلق انت صغير بيبي، كيعلموك تهضر، كيعلموك كيفاش تاكل،
كيعلمو كيفاش تتحرك، كيفاش تلعب، فهمتي، كيفاش تنام، تعلموك الدين، يعلموك يقولوك خاصك كيفاش تصلي، كيفاش تقرا، كيفاش تلبس، تخرج الشارع، كيفاش تمشى، المجتمع تيعلمك، الحكومة كتعلمك، الأسرة، المدرسة، الشغل، فهمتي، هذاك هو العقل الواعي، أوكي؟ العقل اللاواعي تجيب معلومات حياة سابقة معك، أوكي؟ العقل الواعي هو اللي كتاخذ، واش يوقع هذاك عقل واعي، أوكي؟ الحياة الدنيا دابا حنا الان مثلا، انا منين نبغي نتكلم على التقمص، انا مثلا مسألة الحياة الدنيا والآخرة انا غير موجود، اللي موجود هو الحياة ديالي، الحياة السابقة هي اللي موجودة، النص والنص الآخر هو العقل الواعي، هو اللي غيكون هو اللي غادي يكون الحياة الدنيا، هو اللي دابا هاد الحياة الدنيا، هادي اوكي، بسم الله شوية صعيبة ببساطة نشرحها ببساطة، هاد الحياة الدنيا هي الأخيرة ديال الحياة السابقة، تا هي كانت فيها الحياة الدنيا، أوكي؟ دابا منين في الحياة السابقة، إلا قريتي القرآن كنا كنقولوا قلت تقول القرآن كتقول الحياة الدنيا والأخيرة، الأخيرة هي هادي ديال الحياة السابقة، هي هادي، وهادي الآن الأخيرة ديالها هي اللي جاية. كيتشاركوا تيتجمعوا في ما يسمى العقل الواعي والعقل اللاواعي، والعقل اللاواعي تيولي العقل الواعي تيولي لاواعي في الحياه الاتيه اللي كيقولوا لها الاخره، اوكي، الاخره الاخرى هي الاخرى التاليه، ولا فهمتي، الوغ هاد سميتو هاد انت وانتم موجودين، معلومات ديال الحياه السابقه والمعلومات ديال اللي جايين هي اللي كاينه الان، معلومات ديال هذا العقل الواعي، ما تعطيكش حقيقه ديال المغرب، والعقل الواعي ما قالش لينا، واش كاين العقل الواعي ديالكم في المدرسه ولا في الدين، قال لكم عشر واحد ما قالش، هذا تيكذب، ولكن غيسبب لك مشكل، العقل الواعي خطير، هو العقل اللاواعي راه هو الهاير سيلف، هو الروح، هو الأنا السامية ديالنا حنا، الروحية كاينة في العقل الواعي اللاواعي، إلا ما عرفتيش العقل اللاواعي بطبيعة الحال راه عندك في الداتا ديالك كتعرفو منو داك الصوت اللي كيسمع الناس، كل ما تيسمعو صوت ماشي تيسمعوه كاين واحد الصوت خفي، غير ماشي صوتي هو، غير عند الناس كاملين الصوت كل هذاك عندنا، زعما نتوما كتكلمو مع تشوفوني وكاين عندكم الصوت، كاين ياك، كاين هذاك الصوت، الوغ هذاك العقل اللاواعي هو المهم، هو المهم عند الروح، العقل الواعي هذاك غير تيديفيوكم، ولكن العقل اللاواعي تيأثر عليك، تيبقى يأثر عليك، وتيتلاقى مع الكارما الرئيسية، وتيبقى تيجبدها، ملي كتموت هذاك العقل اللاواعي تيأثر عليك، تيحضر في العقل الواعي، الواعي ديال هاد الحياة، تيولي تيصير عقل لاواعي في الحياة اللي جاية، سي سامبل، فيري سامبل كلير، واضح، ألوغ لا، مازال نتكلم مرة ندير فيديو ونتكلم على المسألة ديال العقل الواعي وعقل لاواعي، ما تمشيوش عقل واعي لاواعي كدير، نو، وكلشي مخطط، وكلشي منصوب، محطوط، السحر ما كاينش، غير موجود. ما كاينش انسان تيدير السحر تيطبق واحد هذا وتيخلق، غير مدفوع، اماريونات مدفوع، فهمتي، وتيقول راه هذا ساحر هذا، لا، ما حتى حد ما تيدير حتى شي حاجه، و الماتريكس الخالق ولا وريفر تيسيد، هذاك هو اللي تيحط لهاد المساله، كل واحد تيجيب معاه البرنامج ديالو، سو هذا راه عنده كارما رئيسية شاده خصنا نديرو ليه السحر،
عن طريق شي حد، ماشي السحر. حنا نحلو لي كارما، راه خصنا ناكلو منو، خصو ناكلو الاكل الطعام، فهمتي؟ كلوا وشربوا ولا تشربوا، اللي خصو ياكلو، خصو ياكلو دوك الالهه، فهمتي؟ الالهه الكاذبه خصها تاكل، فهمتي؟ حنا بحال قلتي اكل ديالو، فهمتي؟ ودائما تيبغوا ولكن الانسان لا فهم هاد المسائل يعني محتار، تيعرف يعرف هما الا حلوا لك الكارما الرئيسيه بالسحر خلاص مشيتي، تستنى تتموت وترجع، فهمتي؟ ترجع من ترجع ترجع الاثار ديالها، ترجع عندك كارما رئيسيه، اذا تحلت بسته تعاود تعاود تبقى تعاود تعاود. فلهذا راه وضحت لكم امور شويه، هذاك الشيء ما فيهش يعني المعلومات بتجربة تنظر من راسي، فهمتي؟ ما سامع حتى شي، حتى تسمع حتى شي واحد العرب مسلمين، ما تبقيش العربي مسلم، ما كان سمعش سمعش يعني، ما تعرفوا والو، ما غادي يعرفوا والو، غا تيكذبوا وتينقلوا وتي فهمتي، ما كان سمعش فيهم في الميدان دوك الفقهاء المسلمين شياطين، بقاو تسمعوا داك الشيء ما فهمتوش، جاكم داك الشيء بعدو منه بعد، انا ما مقتنعش، ما عجبنيش، ما فهمتش، ما بقاش نضيع فيه وقت، هو صعيب القران داك الشيء صعيب، فهمتي؟ ايزوتيريك القران، ماشي ليكم القران، ما نزلش ليكم، ماشي ليكم شي بعض الناس، فهمتي؟ ماشي ليكم القران، حتى اللي عاد لكم شو حياتكم نتوما، كتذبحوا في الحواله وكتقولوا كتقربوا الله، فهمتي؟ تخشعوا تذبح الذبحه، صلي ربي كون نحر، وما يمكنش غادي يكون النحر وكاين الذبح، الا كان الذبح الشاب النحر يقول لا الذبح الانسان والنحر الحيوان، وانا بديت تفلسفوا كذبوا، وما يمكنش يكون جوج مصطلحات في نفس العمليه، تقدر تكون عمليه مثلا وعندها هذا، تكون مثلا واحد الحاجه دابا تكون يكون الذبح والنحر نفس الشيء، ما يمكنش مفردات، ما يمكنش، ما داكشي كذوب، داكشي طقوس سحريه، داكشي طقوس سحريه، وانتم عارفين هاد المسائل، عندكم طقوس سحريه بزاف وداكشي كثير عليكم وما غاديش، ما كان عندكمش الحل، ما عندكمش الحل. لهذا اودعكم و تشاو، غندير فيديو بالليل ان شاء الله، بالليل ندير فيديو، باي باي.